بهذا الشكل دخل الأتوبيس الكهربائي الذكي مرحلة التجربة الفعلي بعد إعلان الهيئة العربية للتصنيع عن تحالف تحت قيادتها مع 12 شركة محلية وأجنبية بشأن إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية بما تشمله من تطبيق آلية الدفع الإلكترونية. نحن نتكلم النهاردة الحمد لله في منظومة نقل ذكي تشمل وسيلة نقل جماعي بتعمل بالكهرباء وأنظمة ذكية سواء في الدفع أو في توفير وسائل ذكية داخل الأتوبيس نفسه أو وسائل للأمان والتتبع بحيث أن احنا نوفر أكبر درجة من الراحة، أكبر درجة من الأمان، أكبر درجة من تطبيق معايير الجودة، أكبر درجة من تطبيق معايير البيئة. التجربة هياخد إن شاء الله 3 شهور. إنه شرف كبير لي الدخول في تحالف منظومة النقل الذكي مع الهيئة العربية للتصنيع وباقي شركات القطاع الخاص في مصر. نحن الآن في مرحلة التجربة وسيتم بعدها مراجعة البيانات الفنية وتعديلها طبقا لاحتياجات السوق. الأتوبيس الكهربائي يطبق أعلى المعايير الأوروبية الموجودة الآن وستكون هناك فترة التجميع الأولى مع الهيئة لمدة عام. هذه الأتوبيسات الكهربائية الذكية تتميز بالمحافظة على نظافة ونقاء البيئة حيث أنها تدار بالكهرباء ولا ينتج عنها أي تلوث، بالإضافة إلى توفر سبل الراحة للركاب وتكييف الهواء ووسائل الترفيه وشاشات العرض وخدمات الانترنت، غير انها مجهزه لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصه. الهيئه بقالها 6 شهور معانا في اجتماعات مكثفه لكل المواصفات الفنيه والماليه بالكامل بحيث ان التحالف ده يقدر ان هو يدير مدينه كامله لاول مره في مصر. المدينة دي من أول إن إحنا تصميم المسارات اللي داخلها لبناء البنية التحتية المتمثل في الجراشات ومراكز العمليات والمحطات الترافية والمحطات الوسطية. هو أوريدي الأوتوبيس اللي كان في العرض النهاردة ده من مفروض من الأسبوع ده هيبتدي في تجربة مع التنسيق مع الهيئة وبعض المحافظات، فلسه مفروض هنبتدي بمحافظة القاهرة وبعض المحافظات اللي بننسق معاها، ونبتدي بقى تدريجيا في الحتت الأقل كثافة ثم الأكثر كثافة وكده. منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة العربية للتصنيع في شهر مايو 2019 لتنفيذ خطة متكاملة للتحول الرقمي وتقديم أفضل نظم النقل الحضري للمواطن.